بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سيد وزير الدولة، السيدات والسادة، الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 5 أبريل هو ذكرى تعيين جلالة الملك للحكومة. سنة على تعيين جلالة الملك للحكومة. الحمد لله هذه السنة كانت حافلة. هذه السنة كانت حافلة بالأعمال والإنجازات على مختلف المستويات من مختلف القطاعات، وإن شاء الله غادي نقوموا بواحد العمل تواصلي للتعريف هذه الحصيلة ديال هذه السنة بإذن الله. طبعا الحال 5 أبريل تعيين جلالة الملك، 26 أبريل تصويت البرلمان بالثقة على الحكومة. والأسبوع المقبل غادي يكون ذكرى إتمام سنة تكليل المجالس الحكومية، 51 مجلس حكومي. أنتم عارفين فاهمين بأن الموضوع الأساسي الذي يشغلنا في هذه الأيام هو موضوع ديال الصحراء المغربية والانتهاكات التي المغرب دق ناقوس الخطر حولها فيما يخص محاولة جبهة الانفصاليين تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة. والمغرب ليس اليوم ولكن كان دائما مصر على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ديال 91، والذي يعطي لهذه المنطقة العازلة وضعا خاصا. هي منطقة عازلة لكن هي أيضا منطقة مغربية، هي أرض مغربية، ولكن بسبب السياق العام الذي كان آنذاك وباتفاق مع الأمم المتحدة قبل المغرب تكون هذه المنطقة العازلة لتخفيض التوتر فقط. ومنذ ذلك الحين إلى اليوم سعى المغرب باستمرار من خلال أول رسالة أرسلها جلالة الملك الحسن الثاني إلى الأمين العام للمتحدة آنذاك، سعى باستمرار على أن يحفظ هذه الوضعية ديال هذه المنطقة العازلة دون تغيير. ولذلك في قضية القرقرات إلى لاحظتوا وإلى تذكرنا، المغرب كان صارم جدا لأن هناك محاولة لتغيير الوضع القائم، محاولة لعرقلت الحركة العادية للمدنيين اللي هي عادية مدنية عادية وللسكان. وآنذاك المغرب تدخل بقوة، وجات الأمم المتحدة وتدخلت وسحب المغرب القوات ديالو يعني باتفاق مع الأمم المتحدة، ولكن مع الأسف بعد ذلك تواصلت الانتهاكات في القرقرات. واليوم احنا المغرب كيدق ناقوس الخطر حول الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى وخصوصا بير الحلو وتفاريتي. هذا الشيء هضرنا عليه، وتعليمات من جلالة الملك كان هناك تعبئة ديال الدبلوماسية الوطنية المغربية، وكانت رسالة ديال جلالة الملك واضحة وصريحة وقوية إلى السيد الأمين العام للمتحدة، سلمها السيد وزير الخارجية. بغيت نقول مرة أخرى بأن الحكومة كلها معبأة وراء جلالة الملك في هذا الملف، لأن هذا الملف كيهم جميع المغاربة، كيهم جميع الحساسيات والتوجهات الحمد لله اللي أبانت عن نضجها وعن وطنيتها العالية. وخرج البارح خرج تقرير ديال الأمين العام المتحدة نهار 29، خرج تقرير الأمين العام المتحدة وأوضح هذا التقرير أولا وقبل كل شيء أوضح أن كثير من الإشاعات التي تروج اللي هي جزء من الحرب الإعلامية ضد بلدنا واللي خصنا نوعوا بها أنها غير صحيحة، لأن التقرير كان متوازي وكان في عمومه منصف لجهود المغرب وطالب العناصر الانفصالية بالانسحاب من القرقرات بصراحة في فقرة واضحة. فهذا التقرير يرد على ادعاءات الانفصاليين ويرد على ادعاءات خصوم الوحدة الوطنية والترابية. نحن مستمرون إن شاء الله في موقفنا بقوة ومعبأون، وأريد أن أقول مرة أخرى أن المغرب يرفض رفضا باتا وقاطعا كل محاولات الانفصاليين فرض الأمر الواقع في هذه المنطقة العازلة. فهذه التغييرات سواء كانت مدنية أو عمرانية أو عسكرية مرفوضة ومرفوضة ومرفوضة بالقانون الدولي بالاتفاقيات التي كانت، ولكن أيضا بصمود المغرب وإصراره إلى النهاية بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.